السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا، حياكم الله بخيره وبركته وفضله. مرت ليالي رمضان ووصلنا العشر الأواخر وفيها ليلة خير من ألف ليلة، استقبلناه صايمين مصلين عابدين وقايمين بكل ما يتوجب علينا من طاعة وبر وأعمال صالحة، فلنجتهد إن الخيل إذا شارفت على نهاية المضمار بذلت كل جهدها عشان تفوز، ليه تكون الخيل أفضل منه؟ إحنا إنما الأعمال بالخواتيم، فإن لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع، نسأل الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم آمين، وأسأل الله أوقاتكم مشاهدينا ومستمعينا في قناة ريان مع برنامج عصرية ويوم جديد ومواضيع جديدة ومنوعة. اليوم بنتعرف على قصة جديدة من قصص الصايم الصغير، وبنتعرف على أنشطة النادي العلمي الرمضانية مع نديبنا محمد اللخن. طبعا بدايتنا بتكون مع عيالنا، واللي يمثل لهم كل يوم في رمضان تجربة جديدة ومميزة في الصيام. طبعا التقرير هذا بيكون عن الطفلة موزة العبد الله، بنعرف أكثر عن يومها وأيامها الرمضانية وتجربتها في الصيام وبعد إعدادها لمادة الإفطار، خلينا نتابع. أنا صف الثاني صمت كل رمضان، وهالسنة بصوم في هالرمضان كله، أصلي وأقرأ قرآن وأوزع حق الجيران أكل وأساعدهم في المطبخ. أمي تقول لي سوي لي جلي، راح أسوي جلي وأحطه بروحه. تقول لي جيبي لي سمبوسة أسوي لها، وتقول لي جيبي فطيرة أنا أسوي لها وأحطها بروح بعدين أحطها في الصالة. أمي كانت تسوي جلي وبعدين أنا رحت شفتها سوت جلي، بعدين أمي راحت، بعدين أنا رحت بطلت الثلاجة وكليت الجلي، وأمي تشوفني تقول لي شو تسوين؟ قلت لها ذوق السكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم. أقول حق البنات يساعدون أمهم عشان الله يدخلهم الجنة. الله يحفظها إن شاء الله. أهم شيء إن البنات لازم يساعدون أمهاتهم عشان يدخلون الجنة. تأكل جلي. حبيبتي الله يحفظها. الحين صار وقت نروح معاكم للأنشطة الصيفية والرمضانية التي أكيد تمتلي فيها هالشهر، ويعني شهر رمضان. ومن هالأنشطة خلونا نشوف الأجواء اللي عاشها أمس أخوي محمد اللخن بعد الفطور في النادي العلمي القطري، ونقلها لنا بالصوت والصورة. مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم ومسهلا، متواجدين معكم اليوم في النادي العلمي. مثل ما انتم شايفين الاجواء خلفي بعد الافطار تعم فعلا بجنون العلوم، هذا ما اسموه النشاط الان موجود، اسموه النادي العلمي بجنون العلوم. الغريب والجميل ايضا في هذه السنه ان الانشطه الرمضانيه اجتمعت مع الانشطه الصيفيه. معنا الحديث عن هذه الانشطه في النادي العلمي المهندس هاشم الساده، مشرف عام النشاط، يا مرحبا بكم ومسهلا. مرحبا باقي، يا اهلا ومرحبا بكم. محمد،
مثل النشاط هذا يعني جنون العلوم اسم جدا رائع. قبل لا ادخل معك في الاسم وليش تم اختياره، خلينا نتكلم عن مساله الفعاليه نفسها، كلمني عنها والحضور والاقبال عليها. طبعا الفعاليه اذا تقصد النشاط العام بشكل عام، القبول كل سنه يزيد لدينا، وكل سنه نحاول نغير من 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 الطريقه، بس الهدف واحد هو استغلال فتره الصيف بتحبيب الطلاب على الابتكار وعلى العلوم. جميل جدا. انت يوم سالتك انا عن الفعاليه قلت لي الفعاليه بشكل عام، هذا يدل ان عندكم اكثر من نشاط الفعاليه اللي بشكل عام. كلمني على الانشطه كل واحد على حده. صحيح، طبعا عندنا عده انشطه هنا. انا متمركز هنا في جنون العلوم لانه يعتبر هو العمود الفقري لنشاطنا، وكل يوم في فعاليه تكون غريبه وتاخذ تقريبا نص وقتهم لليوم. في عندنا قسم الروبوت والكمبيوتر الطاقات المتجددة، وفي أقسام متعددة كثيرة إن شاء الله راح تشوفونها بزيارتكم. جميل جدا. طيب خلنا ندخل في مسألة جنون العلوم، مسمى جدا جميل أبو محمد، خلنا نأخذ لفة كذا شوي عشان تأخذ الكاميرا بشكل واضح. جنون العلوم مسمى جدا مهم، ليش صار في مسمى جنون العلوم؟ ليش للعلوم جنون يعني؟ والله هو الفرق بين العالم والمجنون شعره، فاحنا نبي نحبب الشباب والبنات بالعلوم، فحاولنا قد ما نقدر ان نعمل لهم تجارب مريحه تعتبر مجنونه في احيانا، فيها الوان، فيها اصوات، فيها احيانا روايح، لكن قاعدين يتعلمون منها. وسبب تسميته هو اجتمع التيم المتطوعين والمتطوعات اللي عندي وقرروا ان نسميه بعد مناقشات. طبعا اول ما بلشنا من 6 سنوات كان اسمه جنون العلوم ماد ساينس، وبعدين سميناه كريزي ساينس، وهالسنه سميناه فانكي ساينس لان معتمدين شوي على الالوان. فطبعا حتى لو تاخذ لفه وتشوف البوسترات الموجوده فعلا تمثل عن اشياء مجنونه. وطبعا مثل ما ذكرت سابقا ان الفرق ما بين العالم والمجنون شعره، واحنا نبي نحبب الطلاب مش بس اللي ياخذونه في المدرسه انه اقعد وناقش، لا نبيهم يشتغلون بيدهم. احنا طبعا نشرح لهم بدايه التجربه، اهدافها، ايش اللي راح يستفيدون منها، وكيفيه طريقه عملها، ثم نخليهم هم يبلشون يعملونها لوحدهم بمساعده واشراف عدد من المدربات والمتطوعات. جميل. خلنا قبل لا نتطرق لمساله المدربات والمتطوعات نفسهم، ابغى استمتع معك في مساله الليفلات اللي موجوده. قبل لا ندخل نطلع على الكاميرا ونصور معك، كنت تكلمني انه وهم جالسين ياخذون طريقه تحضير التجربه نفسها، اللي تعطي التجربه سابقا كانت متطوعه فاصبحت مدربه او مساعده مدربه ثم مدربه، اللي جالسين بعضهم قاعد تقولهم انت السنه الجايه انتم بتدخلون في التطوع ومن ثم مدربات او مساعده مدربات. التطور هذا ايش يحفز عند الطالب؟ والله شوف، احنا دائما ننقي الطلاب اللي يكون هو حاب الشغلة وعنده ميول، وأيضا هو شخصيته ليدر يقدر أنه، وفي عندنا بنات يساعدون أحيانا بتعليم البنات الأخريات التجربة. فعندنا مجموعة منهم اخترناهم وقلنا لهم إحنا السنة الجاية نبيكم معنا فالنتيرز متطوعات تساعدون في التدريب وليس طالبات تيون، لأن ما شاء الله صاروا متمكنات. عندنا مثلا المدربة الحالية اللي هي مسؤولة عن القسم هاي من 6 سنوات كانت متطوعة وبعدين صارت مساعدة مدربة وحين هي المدربة الرئيسية. عندنا بعد 3 بنات كانوا متطوعات وحين مساعدة مدربات. وفي عندنا فولنتيرز أول مرة يجونا ومن مختلف الشرائح ومن مختلف الجنسيات، فما شاء الله عندنا تنوع. جميل جدا. الآن قبل أن أختم معك أحتاج منك الآن رسالة فعلا توجه لكل بيت عنده طفل بعد الفطور يحتاج انه يملا وقت فراغه، كلمني على كلمه تلقيها لهم. والله وقت الفراغ هاي مشكله يعاني منها الجيل كامل. بالرغم وجود الكمبيوترات، التليفونات، كل الوسائل هذه اللي قاعده تاخذ الطفل من الحياه ولكن تنسيه الحياه العمليه. طبعا وجودهم هنا مش بس يعلمهم شلون يبتكرون، لا يحتكون مع بعض، يتعرفون على صداقات. مثل ما جيتوا انتم بدري لقيتوا ان في بعض البنات يجون هنا من قبل بساعه من بدايه النشاط بسبب حبهم للنشاط. فهالاشياء هاي تصقل شخصيه الطفل عندنا والطلاب، وان شاء الله نحاول نعدهم شخصيا وعقليا وفكريا ان يكونون
مخترعين ومبتكرين ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه ابو محمد على اللقاء الجميل هذا. الله يعافيك، يا مرحبا ومسهلا فيكم. الله يرحب بك. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا هاشم ابن محمد السادة، المهندس هاشم محمد السادة، مشرف عام النشاط بالنادي العلمي، كان يتحدث عن صقل موهبة وليس فقط تطبيقات علمية. لكل بيت ولكل منزل عنده طفل بنفس هذا العمر، لا يفوت الفرصة بأنه يجيب الأطفال يغتنمون هذه الفرصة فعلا في أنهم يصقلون شخصيتهم للمستقبل. هذا كل ما لدينا من النادي العلمي، شكرا لك. نشكر محمد ونشكر ضيفه الكريم، وحلو ان بدل عيالنا قاعدين في البيت في الاجازه نخليهم يشوفون مكان يحبونه ويشتركون فيه. بعدين النادي العلمي يستفيدون منه اشياء ويتعلمون اشياء كثيره، يعني في اقسام كثيره، رسم، ميكانيكا، اشياء علميه، تركيبات، هاي تفيدهم وبعدين يحفظونها على طول. فعلا يستفيدون من اجازه الصيف. واحنا بنطلع معاكم فاصل وراجع. نتائج الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة، وانفتح المجال أمام الناجحين لاختيار طريق جديد في حياتهم العلمية والعملية. اليوم معنا طالبة في كلية كالجاري في قسم التمريض، هدى خالد العامري. هلا مرحبا فيك. احنا يمكن كذي قاعدين نشجع الطلبة بطريقة غير مباشرة انهم يمكن يدخلون مثلا مهنة الطب او التمريض على وجه التحديد. صحيح. في بداية تخرجك من الثانوية العامة، كيف تم اختيار التمريض ولا كان عندك اختيار ثاني؟ بصراحة كان عندي اختيار ثاني، توجهت مثل ما تقولين بزنس، وما حسيت نفسي في البزنس بصراحة. طلعت ضيعت يعني يمكن سنتين اشتغلت، بعدين فكرت فيها يعني كصدفة، يعني عن طريق الإيميل. حبيت اني استكشف اكثر عن الموضوع وابحث عنه اكثر، والحمد لله دخلت وحبيت الشغله وايد، ووايد ارتحت للدراسه في جامعه كالجاري. من البزنس الى التمريض، اتوقع هذه فعلا نقله نوعيه. ما كان عندك يعني وانت مثلا صغيره نفس يعني اغلب البنات مثلا ابي اصير دكتوره، يعني ليش جات يعني؟ هل كان لك ميول من قبل يعني على التمريض؟ هو بصراحة ما كان لي ميول قبل عن التمريض ولا عن الدكتور، يعني وانا صغيرة كنت اقول بصير بزنس وومن، يعني اشوف وين الناس ينخلطون اروح معاهم. وسبحان الله يعني انا انحطيت في هالمكان وتشجيع من امي وابوي، دخلت وحبيت الشغلة، حسيت نفسي ان انا انتمي لهالمكان اكثر. حلو. انا اتوقع يعني بما ان الحين نفس ما قالت نور توهم يعني في خريجين عندنا وما شاء الله عليهم، اغلبنا الحين اغلبهم الطلاب خلاص من يطلعون من الثانويه حاطين في بالهم شغله معينه او انهم يبون يدخلون مجال معين، ايش تنصحينهم انه هو ما يستعجل فعلا يجرب كذا شيء لين ما نفس ما انت قلتي لين هو يحس انه هو فعلا ينتمي حق هذا المجال؟ هو فعلا لان اغلب الطلاب اللي الحين يشوفون مثلا ربعهم شنو يحبون، ولا يشوفون مثلا مجموعة اللي هم قاعدين فيها امهم وابوهم شنو يقولون، فالواحد انا انصح ان الواحد يجرب مثلا كذا تخصص، يشوف هو وين ميوله، وين يحس نفسه ينتمي اكثر، وين يحس نفسه انه قادر يبدع ويعني يطور من مهاراته. زين، عشان يتعلمون طلابنا، كيف انت حسيتي ان مش ميولك بزنس، ميولك تمريض؟ متى حسيتي هذا الشيء؟ مثل ما قلت لك انا ما كنت حاسه اصلا بهالشيء الا لما دخلت مهنه التمريض نفسها. يعني حتى في الثانويه انا كنت ادبي، يعني ما لي خص العلمي كلش، يعني سبحان الله قلت يلا خلنا شويه اغامر وادش مهنه التمريض، مهنه الطب بشكل عام. ودخلتها حسيت في البداية ما قلت إنها كانت صعبة، بعدين حسيت إن أنا فعلًا إن أنا قادرة إني أبدع، يعني قاعدة أتحدى نفسي، وفعلًا أنا أحب التحديات وأحب المنافسات، قاعدة أتحدى نفسي ودخلت مهنة التمريض والحمد لله الله وفقني فيها. الحمد لله. هاي ثاني تقريبًا سنة لك؟ داشة الحين أنا ثالث سنة داشة. الله يوفقك إن شاء الله. عطينا فكرة عن هالثلاث سنين، طبيعة الدراسة عندكم مثلا، يمكن احد تابعنا وحاب يدخل مهنة التمريض او يدرس التمريض. طبيعي مهنة التمريض هني مثلا عندنا في جامعتنا كالجاري توفر لك كل التسهيلات اللي تساعد الطالب انه يدرس ويكمل في دراسته. مثلا عندنا الاقسام اللي في الجامعة اقسام الليرنينج سنتر اللي يحفز الطالب
اللي عنده صعوبات في تعلم اللغة الإنجليزية، اللي عنده صعوبات في الكتابة، في كتابة مقالات، صعوبات في التعليم، صعوبات مثلاً أي صعوبات تواجه الطالب بنفسه. عندك غرفة المحاكاة، عندنا غرفة المحاكاة تتكلم أكثر عن المستشفى بشكل عام. عندنا مثلاً ما تقولين الدمى اللي مجهزة للطالب نفس الإنسان، يعني الدمى هذه يكون فيها مثلاً نبضات القلب، يعني كأنه إنسان. حلو. منها يقدر الطالب يتدرب أكثر وأكثر حق يعني العملي. حلو. وعندك الغرف السريرية المجهزة بكامل الأجهزة اللي تساعد الطالب إنه يطور من تعليمه في مهنة التمريض. حلو. إنزين. شنو المهارات الثانية اللي يعطونكم إياها غير نفس ما قلتينا المجسم أو شكل الإنسان اللي أنتوا تتعلمون عليه؟ في هل هناك مهارات ثانية ولا مجسمات ثانية ولا أشياء ثانية لازم تدشون فيها ومن تخصصكم كنتم تدخلونها؟ هو في مهارات، يعني مثلا احنا نتعلم مثلا في الجامعة لازم نطبقها يعني على الحياة، أرض مثلا الواقع. مستشفيات أرض الواقع. فهل هالشيء بالعكس ينمي الطالب انه يحفز تدريبه، يعني انه يخليه أكثر قابلية يسقل أكثر فعلا. فأنا أشوف أن هالمهارات هي اللي تخلي فعلا الطالب ينامي من مواهبه. نعم. التمريضية ولا من شكل آخر. وين يعني اللي خليتها من كلامك أن أنتوا رحتوا مكان ونفذتوا عملكم على أرض الواقع؟ طبيعي. وين هالأماكن مثلا؟ في مستشفيات، في مستشفيات خاصة، عندك مستشفى حمد، رميلة، الأمل، يعني كافة أقسام مستشفى حمد. عندك مستشفى الأهلي بعد، أماكن وايد اللي هي لازم تدربين عملي عشان تعرفين يعني أرض الواقع شلون الحياة بتكون فيها. الجامعة اللي ترشح ولا هناك يعني صفوف ولا حصص ثابتة في هذه المستشفيات؟ هي في حصص ثابتة يعني على كل مادة. الجامعة ترشح مثلا كذا قسم ولا كذا مستشفى، فيها مجموعة طلاب يروحون لها معهم طبعا الانستراكتور يعني المدرس اللي معاهم. نعم. يوجههم باللي سواه صح ولا شنو الغلط اللي فيه، شنو نقاط ضعفهم ولا شنو نقاط قوتهم في الموضوع. حلو. نفس ما قلتي في البدايه كان عندك بعض الصعوبات، لين الحين يعني الحمد لله تحسين الوضع اوكي. شنو مثل يعني هالصعوبات اللي ممكن تواجهك والواحد المفروض ما يتخذ فيها قرار؟ صح، هو الصعوبات لأن أنا كان توجهي مثلاً تقولين تاريخ، جغرافيا، هالسوالف، يعني أنا ما توجه أنا في الأحياء والكيمياء يكون شوية صعوبات عندي في أن أفهم بعكس زملائي الثانيين. وغير كذي اللغة الإنجليزية كانت شوية صعبة عندي، لأن كانت يعني إحنا كنا قبل مدارس حكومية، كان عندنا اللغة الإنجليزية شيء بسيط. فلما أنت تين على جامعة أجنبية الكل يتكلم فيها أجنبي، يعني يتكلمون باللغة الإنجليزية، فشوي عند الصعوبة. فالحمد لله مع مساعدة الجامعة، مساعدة أهلي، يعني اهتمامهم فيني خلاني أطور من هالشيء. صار عندي الحمد لله أتكلم بطلاقة بالإنجليزي، أقدر أتكلم وأقدر أكتب وأقدر يعني حتى تقولي الأحياء والهاي، صار الحمد لله من كثر التدريس، من كثر التأسيسي، البرنامج التأسيسي اللي عندهم خلاني أتطور شوي شوي في الموضوع. زين، حتى في المحاضرات في الجامعة ولا في حتى في الأماكن الحصص الخارجية، هل يتم الشرح بالإنجليش أو بالعربي؟ عادة لأن دراستنا بالإنجليزي فحتى المصطلحات تكون لازم بالإنجليزي، فيعني ما هو لأن بتتغير عليك فبتصيرين تضيعين فيها. فهاي لان احنا شويه صعب نحصل لما تي بالعربي ولا بالانجليزي، فاحنا ناخذ مسلك الانجليزي. ولان انت لا تنسين ان انت قاعده تعاملين مع طاقم طبي، يعني في اغلبيتهم اجانب. نعم. فلازم تعرفين اللغه الانجليزيه، لازم تعرفين المصطلحات الانجليزيه، تعاملك بيكون بالانجليزي يعني اغلب الوقت. بس في النهاية تعاملك يمكن مع المريض نفسه بيكون بالعربي بعد. صح. صحيح. تعاملي مع المريض نفسه بيكون بالعربي. فأنا كممرضة قطرية لازم أني أعرف اللغتين،
يعني بيكون شوي اصعب من غيري. صحيح، يعني شوف حتى احنا لما نروح المستشفى يكون الدكتور عربي والممرض عربي، بس فوق هاي كلنا نتكلمون بالانجلش، احسن نتكلمون بالانجلش عشان احنا ونعرف ايش فينا بالضبط ونخاف. بس اذا بنتكلم حب نطلع عن التخصص هو نفسه، اذا بنتكلم عن نقلتش من تخصص لتخصص، كيف كان تعاون لهن معاك؟ الترابط كيف؟ الدعم كان شلون؟ الحمد لله الدعم انا حصلته من امي وابوي اكثر شيء، دعموني. يعني ابوي كان دائما يحفزنا ان روحي سوي، لا تخافين، لا ما عليك من كلام الناس، اهم شيء انت يعني واثقه من الشغله اللي تبينها. ويعني مثل ما تقولين ما في وظيفه لها ايجابياتها ومساواها، يعني ولا تقولين ايجابيات اكثر من مساوى، يعني كل وظيفه لها ايجابياتها ومساواها كشكل عام. صحيح. فاذا انا بقعد انظر المساوئ كل وظيفه هني ما راح احقق شيء. فيعني البزنس كانت فكره بس، يعني ما كان عندي يعني تطلع مستقبلي. صحيح. يعني ما كنت افكر فيه. مثلا الحين التمريض انا افكر فيها كتطلعات مستقبليه، كمهنه ممكن امارسها في المستقبل، يعني شنو انا ابي اسوي، اهدافي شنو. بما انها مهنه المستقبل، ويعني الواحد فعلا فخور انه اذا بروح مستشفى بتكون ممرضه قطريه، يعني اتوقع حتى ان انا بتعامل معاها بطريقه اسهل. كلمه توجهينها حق خريجات الثانويه العامه وابي تتحملينهم هذه المسؤوليه ان انتم لازم تكونون موجودين في هالمجال؟ فعلا احنا عندنا نقص في القطريات، يمكن لان الوعي عندنا على مهنه التمريض شويه ركيك. فأنا حابة أوجه للخريجات والخريجين بعد أن إحنا مفروض أن نصنع قادة المستقبل. يعني التمريض ما هي مهنة صعبة، بالعكس، يعني على أيام الرسول أول ممرضة للإسلام كانت رفيدة الأسلمية. يعني مفروض إحنا نكون إنما نمسك هالمهنة نكون ذخر، يعني نفتخر أن على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هالوظيفة موجودة، ووظيفة صراحة إنسانية جدا يعني ونبيلة. حق أي خريج يفكر إنه يبدأ في هالمهنة، يعني أنا أنصحه كقطرية، أنصحه يدش المهنة، ويعني والله يوفق إن شاء الله كل خريج. يوفقك يا رب ويعطيك ألف عافية على تواجدك معنا. صراحة أثريتي الحديث وأنا تحمست أفكر أدخل بعد تمريض. كانت معنا هدى خالد العامري، شكرا لتواجدك معنا. وش بنروح وش بنسوي يا حبيبتي؟ فقراتنا مستمرة طبعا مع مشاهدينا، لكن مشاهدينا بعد الفاصل خليكم معنا. يا هلا مرحبا فيكم، رجعنا من عقب الفاصل ونفتح معكم صفحة جديدة عن صفحات اليوميات الرمضانية والدوامات في شهر رمضان. طبعا اليوم بياخذنا عبد الرحمن المري في جولة داخل مركز القيادة الوطني في تحيل، خلنا نشوفه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، فقرة الدوام الرمضاني، ونطلع عليكم اليوم في مركز القيادة الوطني. سنطلع على أهم الترتيبات خلال شهر رمضان المبارك من خلال العمليات الموجودة في هذا المركز. الحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا المقدم حسن محمد الكواري، مساعد إدارة العمليات المركزية في مركز القيادة الوطني، اللي بيأكلمنا أكثر عن شعور طبيعة العمل أو شلون طبيعة عمل في هذا المركز. مرحبا بك مقدم حسن عبر شاشة قناة الغيام. الله يحييك أخوي عبد الرحمن، بارك عليك ما تبقى من الشهر. الله يبارك فيك وعلى المشاهدين، ونرحب فيكم في مركز، أو حاليا احنا في قسم القيادة والسيطرة، هذا القلب، قلب وزارة الداخلية، كوزارة الداخلية كغرفة عمليات. نعم الله يعطيكم العافية. في البداية شلون تخبرنا شنو طبيعة عملكم في مركز القيادة والسيطرة خاصة خلال شهر رمضان؟ طبعا احنا رمضان ما يختلف عن الايام العاديه، نفس الدوام طبعا على مدار 24 ساعه، مثل ما انت شايف الوضع ما يتحمل لنا يعني في تقسيم او في فرصه، لكن في فرص خفيفه. طبعا رمضان المبروك، طبعا رمضان كله بركه اصلا، خير ورحمه الحمد لله سبحان الله. طبعا الدوام ما تكون 24 ساعه هني، طبعا
الادارات اللي مشوفها هني طبعا جميع الادارات تحت مظله وزاره الداخليه كغرف عمليات موجوده هني. نتكلم نبدا حتى ايضا اللي خارج او اللي مش تحت مظله وزاره الداخليه، مثلا نتكلم عن اسعاف، نتكلم عن عمليات، ايضا عمليات الاخويه موجودين هني بالاضافه الى الادارات كغرف عمليات رئيسيه. اهم الاقسام الحين موجوده هنا تقريبا وزاره الداخليه طبعا بجميع اداراتها. نعم في الاخويه. نعم والاسعاف. نعم طبعا هذه كلها مرتبطه طبعا خلال مكتب واحد وخلال. نعم كلهم في تحت سقف واحد، تحت قياده واحده، بيكون طبعا بيكون ضابط العمليات. نعم هو اللي هني يدير الـ 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 هي كل 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 غرفه عمليات يدير عملياتها مواردها على حسب شغلها، لكن في النهايه في ضابط هني هو اللي يدير غرف العمليات هاي كلها. طيب مقدم حسن، يعني احنا الحين خلال شهر رمضان اغلب الحوادث اللي تجيكم او اغلب الاشياء اللي تجيكم ايش بالضبط؟ خاصه خلال وقت الفطور السحور اللي مستعجلين. لا الفطور هني مظلومين، يعني هم مظلومين، يعني صعبه انك ان الشخص يفطر، يعني ياكل اذا ممكن هو مكانه ياكل على شيء. طبعا الغصب الموظفين الموجودين في القياده السيطره. اي نعم وانا اكلمك عن الموظفين خاصه قبل الفطور، يعني قبل الفطور نتكلم عن قبل الفطور بربع ساعه 20 دقيقه. الحوادث لما تصير غالبا الحوادث تكون خشنه، يعني حوادث كبيره، يعني احنا نمسك قلوبنا لما يصير حادث نقول ان شاء الله يكون حادث بسيط، حادث ان شاء الله على خير، خاصه هذا قبل الفطور. طبعا وقت الفطور خلاص الدنيا تأزم شويه. طبعا طبعا هني في احنا بالنسبه للفطور في عندنا مطعم خاص هني بالفطور وايضا والسحور وجبات خاصه هني، اذا في فرصه طبعا يصير بالتناوب يروحون يفطرون ويجون الباقي. طيب طبيعه عمل الورديات، هل في مثلا تقسيم عمل بينكم بين خاصه خلال رمضان؟ يعني الفترة فترة الصباح يعني نتكلم عن الساعة تقريبا من 6 لين 9 ممكن، لكن مع خروج الموظفين يعني متى ما طلعوا الناس اللي برا أمانة تصير الحوادث. نتكلم أغلبية الأشياء اللي تصير في رمضان حوادث المرورية. متى ما طلعوا الناس صارت حوادث طبعا، حوادث مرورية. طبعا هذا طبعا أخذنا نبذة بسيطة عن مركز القيادة والسيطرة، طبعا لو يعني شرحنا أو لو طولنا في هذه الفقرة ما راح نكفي ووفي صراحة في مركز القيادة والسيطرة، خاصة من موظفين من ضباط صف ضباط الموجودين خلال هذا في المركز. الحين راح نروح أيضا قسم ثاني هو قسم مركز الطوارئ، خدمات الطوارئ. طبعاً أي مع أي بلاغ طبعا يجي أغلبية البلاغ، يعني 80% البلاغ تجي من هالقسم هذا. طبعا البلاغات الخاصة، البلاغات الجنائية، جميع البلاغات. احنا لو نحصرها مثلا في 4 بلاغات مثلا أو 4 أمور، البلاغات الجنائية فروعها، البلاغات المرورية، البلاغات الخاصة بالدفاع المدني، البلاغات أيضا البحرية خاصة بأمن السواحل والحدود، فتجي هني عن طريق 999. الناس تتصل 999، لكن في ناس هني قاعدة تشتغل صراحة أمانة من موظفين كادر كبير، موظفين موظفات عسكريين ومدنيين أيضا موجودين هني يشتغلون أيضا على مدار 24 ساعة. أيضا حديث أكثر عن مركز أو مركز خدمات الطوارئ اللي هو 3 ساعات، وايضا 992 راح نستضيف مع المقدم خالد عبد الله، خالد صالح الانصاري رئيس مركز مركز خدمات الطوارئ 999 و992. لو تخبرنا المقدم خالد عن اهم الترتيبات الموجوده في شهر رمضان خاصه في هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه نرحب فيكم في قسم خدمات الطوارئ. قسم خدمات الطوارئ يتكون من فرعين، فرع المكالمات الطوارئ 999، وعندنا فرع الثاني هو فرع طوارئ الصم. بالنسبة ل 999 عندنا احنا 30 وحدة لاستقبال المكالمات الطوارئ على مدار الساعة. بالنسبة للموظفين العاملين في قسم خدمات الطوارئ عبارة عن موظفين مدنيين مدنيات وعسكريين وعسكريات. طبعا بالنسبة لشهر رمضان المبارك البلاغات هي نفس البلاغات اللي كنا نتلقاها قبل شهر رمضان، بس بعض البلاغات نسبتها تزيد مثل الحوادث المرورية وبلاغات سوء التفاهم. طيب هذا طبعا بلاغات تجي المرورية وسوء التفاهم، طبعا هذا وقت الفطور يعني يمكن أكثر شيء. قبل الفطور. قبل الفطور. إيه كلها قبل الفطور، هاي نسبة البلاغات سوء التفاهم والحوادث المرورية تزيد قبل الفطور تقريبا بربع ساعة تزيد. طبعا يبي يلحق على الفطور ويسرع بس على أساس يلحق على الفطور يعني. أتمنى من الجمهور الكريم 5 دقائق ولا 10 دقائق ما تأثر عليك إذا أنت وصلت متأخر البيت سالم.
هذه رسالة جدا واضحة ومهمة أيضا لجميع من يشاهدنا. أنتم المقدم خالد المقدم حسن لكم خدمة وباع طويل في وزارة الداخلية من خلال 25-26 سنة، لو تعلمونا إيش الفرق مثلا برمضان أول قبل 10-15 سنة 20 سنة والفرق الحين؟ طبعا لا في فرق، راح اوجه السؤال المقدم حسن بعدين راح يعني اخوي عبد الرحمن في فرق قبل يعني طبعا في رمضان قبل الفطور ما في حد يعني ما في بلاغات ما في الحمد لله لين ما تجينا البلاغات الا عقب التراويح مش بعد عقب صلاه المغرب عقب التراويح تبدا الناس تطلع تبدا الناس حاليا لا طبعا حاليا مثل ما تفضل المقدم خالد قبل الفطور حوادث انا اقول لك حوادث تقريبا خشنه يعني خشنه بمعنى خشنه يعني الله يستر علينا على المستمعين والمشاهدين ان شاء الله. ايضا بتكلم المقدم خالد بالنسبه للسوء تفاهم يعني اللي يحس نفسه عصبي لا يطلع قبل الفطور يعني اللي يحس نفسه مو قادر اذا عمل حادث تصادم طلع عملنا سوء تفاهم او ياخذ شهر رحمه شهر مغفره يعني يوسع الخاطر شوي الناس كلهم حتى صايمين مو هو وحده يعني يلتزم بالقوانين المروريه مقدم خالد يتجنب الحوادث هذه سوء التفاهم اللي بينه وبينه. لا احنا لاحظنا يعني قبل الفطور الاعصاب مشدوده خصوصا مثل ما قال مقدم حسن المدخنين يعني حتى لو واحد بيسال لف عليه بس شيء بسيط تهاوش معه ولا تلف عليه يعني اتمنى من الجمهور يعني شوي يطول باله خصوصا قبل الفطور يعني يتجاوز مثل ما قلت يعني شهر رمضان مبارك يعني الواحد يتجاوز عن الاخطاء يتجاوز عن ايضا سؤال سريع بس قبل ما نختم هذه الفقره مقدم خالد شلون شغل الموظفين والموظفات في هذا المركز شو في تناوب بينهم في الافطار والسحور لانهم ما شاء الله موظفين وموظفات على مدار 24 ساعه موجودين طبعا بالنسبه لشهر رمضان طبعا العمل 24 ساعه وقت الافطار طبعا يفطرون قسم قسمين قسم يفطر وقسم الثاني طبعا يرد على المكالمات بس ما يمنعنا يشرب ماي ولا تمره لان القسم الثاني يفرض شوي يعني يتناول ايوه ينتظر شوي لان القسم الثاني يرجع وهو يروح يفطر ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه كل الشكر للمقدم خالد صالح الانصاري رئيس قسم مركز خدمه الطوارئ ايضا كل الشكر للمقدم حسن محمد الكواري مساعد مدير اداره العمليات المركزيه في مركز القياده والسيطره في مركز القياده الوطني طبعا هذا كله في مركز القياده الوطني الله يعطيكم العافيه جهد مبذول كبير صراحة من وزارة الداخلية وجميع الإدارات الموجودة في وزارة الداخلية الموظفين وموظفات من ضباط وصف ضباط الله يعطيكم العافية وما قصرتوا بالتوفيق إن شاء الله في خدمة وحفظ أمن هذا الوطن. هذا ما عندنا مشاهدينا الكرام بهذه ننتهي في هذه الفقرة إلى لقاء إن شاء الله آخر في فقرات أخرى في أمان الله. يعطيهم العافية على جهودهم اللي يقومون بها يعني وصحيح كلامهم ان الواحد اذا بيطلع قبل الفطور فليش انا اسرع لما يقول الله اكبر انا واصل يعني اوريدي بفطر وحتى يعني ان الزحمه بشكل عام خلال اليوم بالذات يعني نفس ما قالوا عقب العشاء الواحد يتعود من بليس يتأمل حتى الزحمه يعني السيارات حوله. ومشاهدينا ومستمعينا اخر فقراتنا لليوم بتكون مع قصص نجاح جديده حققها ناشئين وناشئات قطر في بطوله العالم المدرسيه لالعاب القوى في الصين. طبعا حققت اللاعبات القطريات نتائج ملفتة، الزميل علي النعمة موجود هناك أو بينقل لنا تفاصيل أكثر عن هذه البطولة ونتائجها. يا أهلا مرحبا فيكم خواتي في الاستديو، مستمرين معاكم بتغطية أهم الفعاليات الرياضية والتي ترفع علم بلادنا قطر الأدعم عاليا، وإحنا اليوم متواجدين معاكم في برج البدء للحديث حول مشاركة منتخبنا المدرسي الناجحة في بطولة العالم المدرسية لألعاب القوة والتي كانت في مدينة وهان الصينية. للحديث أكثر حول هذا الإنجاز راح يكون معنا أخونا عبد الرحمن حسن المفتاح المدير التنفيذي للاتحاد القطري للمدرسي. أخوي عبد الرحمن في البداية رحب فيك على قناة الريان. الله يحييك ويمسي عليك وعلى الاخوان في الاستوديو وعلى الاخوان الموجودين معنا ونشكركم طبعا على الجهد المتميز ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اخوي عبد الرحمن لو تعرف الجمهور شلون كانت استعداداتكم قبل البطوله؟ طبعا في البدايه مثل ما انتم عارفين الاتحاد القطري ايضا المدرسيه هو حلقه الوصل بين اللجنه الاولمبيه القطريه والمجلس الاعلى للتعليم وهو حلقه الوصل بين المجلس الاعلى مثل ما قلت لك والمجلس الاعلى وجميع الاتحادات. حيث ان جميع الاتحادات تلجا للاتحاد القطري المدرسي للتواصل لعمل اي نشاط مدرسي. طبعا فبالتالي تم التنسيق مع الاخوان في اتحاد العاب القوه في اكاديميه سبير لاختيار الطلاب الموهوبين من طلاب المدارس، ومثل ما شفت الحمد لله كانت النتائج طيبه ونشكر طبعا
لاتحاد ألعاب القوى وسباير على تفاعلهم الإيجابي. احنا ايضا نشكركم ونشكر سباير على تفاعله الايجابي في جميع الرياضات. نعم. في منتخباتنا القطريه، لو نعرف الجمهور على الفئات المشاركه معاك وحصيله المنتخب. طبعا هي تعتبر فئه الناشئين، الحمد لله الله وفقنا جبنا 3 برونزيات وفضيه ايضا، وطبعا هاي البطوله تعتبر بطوله كبيره، تعتبر من اعلى البطولات على مستوى المدارس، بطوله عالم مدرسيه شاركت فيها 35 دوله من مختلف دول العالم، والحمد لله كانت هذه النتيجه ايجابيه ولله الحمد. طبعا طيب اخوي عبد الرحمن، لكل اتحاد ناجح استراتيجيه ناجحه، استراتيجياتكم انتم في الاتحاد القطري المدرسي القادمه شنو طموحكم القادم؟ طبعا استراتيجيتنا احنا الاهتمام بالرياضه المدرسيه وتطوير الرياضه المدرسيه الى الامام، وايضا احنا كانت من مشاريعنا اللي قمنا بها عمل فريق التربيه لكره القدم وفريق كره السله، وتعتبر الحمد لله ونشارك طبعا في المهرجانات الموجوده من فئه الامل والبراعم بالنسبه لكره القدم والسله، وطبعا طموحاتنا في المستقبل اضافه العديد من الرياضات، كل سنه طبعا رياضه جديده تكون. احنا ايضا نسمح لكم المزيد من الانجازات والمزيد من رفع علم قطر اللي دعم عاليا. احنا نشكر تواجدك معنا على قناه الريان، ونقول لكم ان شاء الله القادم احسن في حصد الميداليات الذهبيه ورفع علم قطر اللي دعم عاليا ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه ومشكورين وجزاكم الله خير. تسلم اخوي عبد الرحمن. نعم اختي في الاستديو ايضا معنا احدى البطلات الحصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية العالمية، راح تكون معنا اختنا دلال مسفر الحارث. اختنا دلال تشرفينا، في البداية راح افيش على قناة الريان. اهلا فيك اخوي. اختي دلال، لو تعرفينا عن استعداداتك انت كانت قبل البطولة شنو؟ هو اكيد كان الوقت ضيق لانه كانت فترة امتحانات ولازم اركز، فكنت شوي مقصرة في التحضير، ولو حضرنا اكثر يمكن جبت. طيب احنا نبارك لك على الميداليه الثالثه، طموحك القادم ان شاء الله في البطولات القادمه اختي دلال. اكيد في هالبطوله، هاي بطوله مو بسهله، بطوله عالم، وقدرت اجيب المركز الثالث، فاامل ان شاء الله في بطولات اكبر اجيب مراكز اعلى واحسن توقيت احسن. طبعا اختي دلال، انت الحين حصلتي على المركز الثالث وانت كلاعبه ناشئه في العاب القوه، شو اللي انت حابه ان انت توصلينه على اساس ان انت تزيدين تمارين زياده، تزيدين مثلا تدريبات زياده، شو اللي ناقصكم انتم كلاعبات قطريات تطمحون للعالميه وانتم ايضا حاصلين على المركز الثالث العالمي؟ هو اكيد ناقصنا وايد، ناقصنا تمرين، ناقصنا وقت ومدرسه، لازم نحافظ بالمدرسه والدراسه، اكيد المدرسه بعد شيء مهم، فالوقت هو اللي ناقصنا. احنا نعطيك العافيه وما قصرتي على تواجدك معنا اليوم، وان شاء الله ان انت تشرفين بلادك قطر وترفعين علمنا الادعم في المراكز الاولى، ان شاء الله نطمح لك الذهبيه في البطولات القادمه. ان شاء الله يا رب، امل كل لعبه تجيب ذهبيه يعني. شكرا. تسلمين وما قصرتي معنا. نعم خواتي في الاستديو، كنا معاكم من برج البدع، الحديث حول انجاز قطري جديد في الرياضيات في الرياضه المدرسيه، هذا كل ما لدي، نرجع لكم بالصوره والصوت. شكرا يعطيك العافيه، واكيد نشكر ضيوفه الكرام، وباكر عندنا في حلقتنا فريق ريان بيتعرف على المزيد من الجولات البلديه التفتيشيه، وبيكون معانا حزايه جديده من حزاوينا اللي ننقلها لكم كل يوم خميس. وصلنا لختام حلقتنا مشاهدينا ومستمعينا، نتمنى لكم صيام مقبول وفطور شهي باذن الله. يا عانا نور، نشوفكم على خير. مع السلامه.